دكتور عماد الموضوع اللي غنتكلموا فيه الفطريات الجلديه بالانواع ديالها وفاش كتجينا في واحد المناطق حساسه في الجسم الرجال كيعانيو من هذا الشيء ايضا بواحد الشكل كبير جدا. اول حاجه بغيت نعرف من عند الدكتور عماد ونبسطوا المستمعين ملي كنتكلموا على الفطريات مفهومها العلمي باش نبسطوها شنو نقصد منها؟ الفطريات ما يسمى بالميكوس هما عباره على واحد الكائنات مجاريه اللي كتعيش في الكون، ولكن كاين بعض النوع اللي كيعيش في البشره ديالنا. هاد الكائنات شنو هما الفطريات؟ هاد الفطريات خلقهم الله سبحانه وتعالى، هي واحد الكائنات اللي مايمكن لهاش تنتج مجموعه ديال المواد. مجموعه ديال المواد بحالنا حنايا كنتجوهم وكان مثلا الا كليتي شي حاجه كتنتج واحد المواد باش كتعيش. هاد الكائنات مايمكنش تعيش الا عن طريق يعني كائنات حيه اخرى. يعني كالبشره ديال الانسان ولا الحيوانات ولا النباتات في بعض الحالات كيكون عندنا هذا المشكل هذا. ان هاد الفطريات هادو كتغدى على يا اما الافرازات. هنا كنشوفوا الافرازات التعرقيه، علاش؟ لانها غنيه بمواد حامضيه، وكنعرفوا ان الفطريات كيموتوا على شي حاجه سميتها شي حاجه اللي كتكون فيها الحموضه. ومساله اخرى كذلك ان الارتفاع ديال نسبه السكر في الدم حتى هي كتعطينا هاد الفطريات اللي كيتغداو عليه هاد الفطريات هادو. اذا فوقاش كيبانوا لينا؟ عاد كاينين فطريات اللي ما يسمى كتعيش اون سيمبيوز، يعني كتعيش في واحد في واحد في واحد الجو ديال كيفاش نقولوا حنا ائتلافي، انها كتفيد الانسان والانسان كيستافد منها. هما الفطريات اللي كيكونوا في بعض المناطق الخاصه لا عند النساء ولا عند الرجال. وهاد الفطريات هادو الى ما كيفاش كنقولوا ما حافظناش عليهم بالطريقه السليمه فكيتحولوا من يعني لا فورم، يعني من داك الشكل المعالج او لا فورم الحميد، يعني الشكل اللي كينفعنا، لواحد لا فورم اللي كتكون ضاره، لا فورم اللي كتعطينا مشاكل. شنو هي كتعطينا مشاكل؟ كيوليو كيفرزوا لنا واحد الافرازات، كتولي واحد الاستغلال مفرط ديال البشره، يعني لدرجه انها كتولي كتاثر لنا على البشره، كتولي شنو كتعطينا تعفنات. اذا شنو هي تعفنات؟ انها كتفرز مواد اللي كتخليها قابله انها تولي واحد الوسط اللي يجبد لنا بكتيريا اخرى ويجبد لنا تعفنات اخرى. كتعطينا دي رياكسيون اليرجيك، يعني كيفاش غنقولوا حنايا تاثيرات ديال الحساسيه، انها كتولد لنا نوع من الحساسيه هو اللي في بعض الحالات كيعطينا واحد الحكه وكتولي كدير افرازات. مع التطور الى ما عالجناش هذه الفطريات هذه، وكنهضروا حنا على الفطريات الجلديه، فالى ما عالجناهاش بواحد الطريقه سليمه شنو كيوقع؟ ان الجلد كيمكن يتاثر، ان الجلد كيمكن يظهروا فيه تلوينات، كيمكن الجلد تغير ليه اللون ديالو، كيمكن في بعض الحالات كيتغير حتى الشكل ديال الجلد، وفي بعض الحالات كيولي واحد التشوهات اللي كيكون فيها واحد المضره وكتكون فيها واحد الخطوره على الذات ديالنا. وهي اكيد فيها بزاف ديال الانواع. بزاف الانواع الا جينا نحسبوا الانواع ديال الفطريات والعائلات كما كنقولوا حنا ديال الفطريات، فاحنا كنعرفوا ان الشائع هو الكونديدا، يعني ما يسمى بلي كونديدوز. كونديدوز هو المرض اللي كتسبوا هذا النوع من الفطريات. الكونديدا اسبي اللي هي فيها واحد الانواع كثيره، يعني الفطريات راه واحد 4000 عائله، هي فيها واحد 50 نوع هو اللي كيمكن أثر على الإنسان. لأن ما نساوش كاين نوع من الفطريات اللي كتكون حيوانية أو فطريات اللي كتكون نباتية ما كيمكنش تأثر على الإنسان لأن المناعة ديالنا كتغلب عليها. نعم. أيضا ملي كنتكلموا على الفطريات حنا قلنا كتجينا في الشعر، كتجينا في الظفار، كتجينا في أماكن مختلفة في الجسم ديالنا. ولكن فاش كتجينا في مناطق اللي هي حساسة كيصعب علينا التعامل معها، وما بعض الخطرات الناس كيمشيو تيقول لك هو ما دار لي والو وبقى داك الشيء وهذاك. فين كيكون الخطأ؟ فين كيكون الخطأ في التعامل مع الفطريات؟ نعم، فهذا سؤال مهم أختي لمياء، لأن راه ما هو العلاج السليم؟ العلاج السليم فيه واحد الريتويال، فيه واحد الطقوس اللي خص الانسان يديرها مع الادويه اللي كياخذ باش يمكن يكون العلاج ناجح. ناخذ المثال، مثلا انسان كيكون في هذه الحكايه ديال المناطق الحساسه، خاصه الرجال، لان كنهضر بزاف على هذه الامور هذه، لان ما كتكونش واحد العنايه. باقي النساء كتكون عندهم واحد التوعيه، نقولوا حنا حتى 95% ديال العنايه اليوميه ديالهم. الرجال كيهملوا هذه الامور هذه. فاول حاجه بعدا ملي كيوقع واحد التعفن ديال الفطريات خصكم تعرفوا، خصو يولي واحد التنظيم، واحد النظام غذائي خاص. شنو هو النظام الغذائي خاص؟ كنقصوا فيه الحموضه، كنقصوا فيه الملوحه، وكنقصوا فيه السكر.
اذا ملي خدينا درجه السكر اكيد الا خدينا درجه السكريات مرتفعه فاحنا كنقويو هذوك الفطريات فهمتي كنضوبيوهم يعني كنقولوا لهم هانتوما كلوا وبقاو هذا هو الامر. مساله اخرى ان مثلا كنكونوا في فتره العلاج وكنحيدوا مثلا هذوك الملابس الداخليه ولكن ما كنعقموهاش حيت بزاف ديال الناس كما كنقول دائما كيسحابوا ماشي الا درنا الحوايج في الماشينه لافي مثلا ودوزنا عليهم الحديده راه هما تعقموا هذه مساله مغلوطه غلط اكيد غلط كنديروا في ماكينه الصابون فواحد درجه الحراره اللي هي كتكون عاليه بعض ما يمكنش غتوصل درجه الحراره في ماكينه الصابون فايتها 160 دوغري الا وصلت 160 دوغري غادي تحرق دوك الجوانات اللي كاينين تما لي جوان ديال الماكينه غادي تاثر لينا على الماكينه كامله وما غتبقاش كتشتغل فالطريقة السليمة ديال التعقيم طريقة اللي كانت كتستعمل في الطب وكانت كتستعمل في يعني حتى في العامية ديالنا حتى بالنسبة للنساء راه تبارك الله راه فاش كيبغيو يعقموا واحد يعني يديروا دوك لي كونسير فاش كيديروا واحد الطاوة فيها الماء كيغلي وكيغلى مزيان وكنحطوا فيها هذوك العلام فهكا كنديروا الحوايج كنديروا الماء يغلي وكناخذوا دوك الملابس ديالنا اللي بغينا نعقمو كنديروهم كنخشيهم واحد 10 ديال المرات في داك الماء اللي كيغلي هكا كنكونوا قتلنا جميع انواع الميكروبات هكذا يعني حتى درجه الفيروسات اللي كتكون كتريزيستي يعني كتصبر لواحد درجه الحراره مرتفعه كنقضيو عليها اذا هذه المساله غير ديال الحراره ردوا لها البال حيت بزاف ديال الناس كيقول لك اودي انا ملي غندخل حتى الحمام راه معقم لان كما كنقول لك الحمام ما عمره غيوصل لها درجه الحراره الحمام سخون ما فيهش الميكروبات اكيد فهذاك هو الجو الملائم ديال الميكروبات اذا حنا مثلا فاش كتبغي دير واحد التجارب مثلا في ماده الميكروبيولوجيا او كتبغي دير واحد التحاليل على نوع من البكتيريا فباش كتغذيها شنو كتعطيها؟ كتعطيها لو ميليو يعني كتعطيها وسط التغذيه وكتعطيها درجه الحراره اذا هذا هو كما كنقولوا حنايا يعني المجال الملائم للتكاثر هذه المواد هذه وهي علاش ان كتظهر الفطريات بالاخص في المناطق الحساسه علاش لان ديك البلاصه كتكون عندها واحد درجه الحراره اللي كتكون شويه مرتفعه وكتكون عندها الظروف مهيئه لهذه البكتيريا اذا قلنا ما نكثروش السكريات ما نكثروش المواد اللي مالحه وما نكثروش المواد اللي حامضه لان كتغذى عليها الفطريات حنا خصنا شنو نديرو نجوعوا الفطريات ونخليو الدواء هو اللي يقضي هذه من جهه اخرى قلنا التعقيم ديال الملابس ياك والنظافه اليوميه النظافه اليوميه مالها اننا كنستعملوا بعض المواد المنظفه غير في هذه الفتره هذه اللي احتفوا الفطريات اذا دوك لي زونتيسيبتيك حيت كما كنعرفوا ان لونتيسيبتيك كنستعملوه واحد ثلاثه المرات في الاسبوع ما كناش نستعملوه اكثر باش كنحافظوا على ديك الفلور اللي كتكون عندنا في يعني دوك الكائنات اللي كيتعايشوا معنا واللي كينفعونا وكيعطيونا المناعه في هذه المناطق هذه من جهه قلنا النظافه بهذه المواد مساله اخرى اننا نحاولوا نجنبوا نحافظوا على الصحه ديال الناس اللي معنا اذا نديروا واحد الفوطه اللي تكون خاصه بنا نديروا يعني اي حاجه ديالنا خاصه اللي كتكون مع الجسم ديالنا او كتكون على اون كونتاكت يعني على اتصال بالجسم ديالنا نحاولوا تكون بنا خاصه وخاصه في هاد الفتره هذه اذا هذا من جهه من جهه اخرى اذا غادي نمشيو من بعد غادي نهضروا على مواد طبيعيه وغادي نهضروا كذلك على مواد حوايج مغلوطه اللي كيديرها الانسان فمن كتكون في هذه الحاله هذه ديال التعفنات.